اجت فكرة الجمعية هي فكرة نسائية كانت مبادرة نسائية منا فالفكرة كانت على فنجان قهوة فاقترحنا حابين نعمل اشي بالبلد كتير حلو اللي هو يفيد يستفيدوا منه اولادنا وكمان اللي عند الامهات ما... اللي عندهم اولاد مع اعاقة ان احنا كثير انا تواصلت مع نساء عندهم اولاد عندهم اعاقة كانوا كثير متأث يعني متاثرات وحزنين على اولاد لانهم من منطويين في البيت تاعهم ما بيطلعوا ما بي... بيكونوا بيشاركوا بالمجتمع من افراح ومناسبات الاهل بيعيشوا بقوقعه خاصه لإلهم ما بيقدروا حتى يتحدثوا عن احلامهم وعن طموحاتهم واللي هن بدهن شغلات لكن مش قادرين يعبروا عنها فاجت الفكره من هون ان نبني احنا بعض النساء اهل القريه هون موجودات معنا فقررنا كفحنا كفاح مرير حتى وصلنا لليوم هذا يعني 2017 واحنا نكافح حتى نصل لهذا المستوى بهاي الجمعيه تواصلنا مع الاشخاص اللي عندهم اعاقه حكينا معهم رغبناهم كثير حسوا بدايه في خوف كان لكن لما اجوا اول مره وثاني مره وشافوا انه هني قديش صار عندهم تغيير النفسيه تغيرت عندهم قديش هن كمان ناس هني كمان زين وانه في كمان ناس كثير زي مش بس انه هذا الشخص معك ان انا موجود لحالي بال بهذا بهي البلد فكثير في زي فلازم اشاركين بافراحهم واشاركين بكل كل اللي هي بتكون يعني مشاركه معهن عملنا بالبدايات هون عملنا لهم جلسات دورات جبنا لهم ناس مختصه تشرح لنا عن حقوقهم دعينا الاهل كمان على اساس نفهم شو لهم حقوق قانونيه بالدوله والاهل كثير رحبوا بهي الفكره والحمد لله احنا هون جمعيه خيريه قائمه على اهل الخير لحد الان. اكتشفت انه ربنا سبحانه وتعالى حرقني بهي الخلقه. ايه بتعلم بشتغل بقيم بحط شو بتشتغل؟, و... شو بتشتغل اليوم؟ شو كان حلمك؟ ايه شيف. شيف درست وين درست شيف؟ انا اه بتعلم عن طريق رن في وي الشيف في... هوايتي من 16 سنة ما تعلمها اليوم كمان انت تخطيت كمان خطوة وخطبت كيف قدرت تختار شريكة حياتك شو الصعوبات اللي واجهتك فش صعوبة كيف لقيت هاي الشريكة اه من طريق واحد صاحب ابوي حلو شعور اليوم التحدي اللي واجهته واليوم انت مرتبط نعم قديش اليوم بتشوف الناس صعب تتاقلم مع المشكله اللي بتواجهها عم نشوف ناس بتتخبى اليوم انت تحديت المجتمع تحديت الكل وانت موجود اليوم بتحدي كل العالم عادي ما في ده اي مشكله احلى جمعيه ولما اجي هون بحس من بيت التالي مين اكثر شخص دعمك بحياتك؟ الجمعيه الجمعيه مين اكثر شخص قريب منك اليوم؟ محمد <مترجم> المكان شاب اللي معك بالجمعية طب تحكي لي اليوم انت بعد ما صرت شيف شو الحلم شو الطموح لك قدام هل بتفكر تفتح مطعم لما انت بدك تأسس عائلة يكون عندك دخل ايضا افتح ايه مطعم الصباح بس بعد مش عارف وين وانت رح تتزوج ان شاء الله يمكن السنة بالأول بداية الجمعية بلشت بواحد خمسة لألفين وسبعة فكرة الجمعية بلشت لما إحنا عن جد شفنا ناس إن هني بحاجة لإطار عمل أو لمحل منظم أن يكونوا يتواجدوا فيه فمن هون بلشت فكره الجمعيه اهداف الجمعيه الهدف الاساسي هو انه ندمج اصحاب الاعاقه في المجتمع احنا كنا نعرف انه عن جد في عنا بالبلده اولاد اللي هن اشخاص مع اعاقه ولكن كانوا متخبيين ما كانوا يطلعوا ما في حق ما من مش منكشفين على المجتمع فاحنا هون دورنا عليهن والصراحة كان في اعضاء من قبله اللي هن في مديرة الجمعيه وفي عده اعضاء اللي بنوا هاي الجمعيه بجهدهم الخاص كمان كان كله طبعا بدعم خيري من اه من, من من اشخاص اللي هن دعموا الجمعيه من البلد ومن خارج البلد بالاول بحب اقول انه جمعيه احنا هون طبعا علت علت هذا الإشي الاشخاص اللي عنا اليوم تقريبا كان في عندنا 15 منتسب اللي هن اليوم مندمجين في سوق العمل في عنا منهم كمان اللي اليوم كمان بتعلموا في عنا فتاه اللي كمان طلعت اليوم هي سكنت في حيفا بتتعلم لغه بتشتغل في مستشفى الكرمل في عنا كمان منتسب اللي اليوم كمان اجا ولاده منغولي فكمان اجا ولاده قدر انه يتزوج في عنا كمان صبية اللي اسمها سماح صبية اليوم قاعدة تشتغل إنها تفتح محل تليفونات فاليوم كل واحد جد لك حاله كمان إحنا هون عنا من جي يعني من جبل زي من كل مساقات اللي هني يتعلموا فيها إن كان من معوف إن كان دورات لغة عبرية الأشياء اللي هني عن جد بحاجتها في سوق العمل عشان يندمجوا ما كان في عندهم تخوفات إن هني فعلا يندمجوا بين الناس وبالمجتمع اليوم ما فيش إتاحة الإتاحة معدومة صراحة اليوم لما في عنا ايه إعاقة بتعرف اللي هني عجلات لما تقول لك انا بدي اطلع على المدرسه وفي معي شهاده التدريس بس انا ما في ما فيش مصعد بالمدرسه فهنا جد يعني حتى كمان عنا ولا محل متاح اذا اجيت على علوط يعني وخلينا نحكي بشكل عام في البلدات العربيه بتفتكر للاتاحه وفعلا اليوم هدول الاولاد ما ما فيش فيش اتاحه ما بفكروا ما بفكروا فيهم كاشخاص اللي هن مع انه عندهم عقل حتى اقول لك مرات احنا بنتعلم منهم احنا جبناهم حتى نعلمهن بس صراحه احنا اليوم احنا بنتعلم منهم انا بس منشي بكسان البلاند. تشتغل اليوم؟ اه قديش حلو اليوم الواحد يتحدى مشا مشاكله ويتحدى اعاقته ويشتغل؟ عادي الشغل عادي ما واجهت صعوبات ومشاكل؟ لا بس اول مرة اول ما فتت يعني مع امي كانت كنت مندبة وهيك بس اول مرة اول ما فتت تاني مرة عادي يعني كيف بتلاقي حالك بالجمعية هون؟ عادي مبسوطة شو الاشياء الفعاليات اللي بتسووها هون اللي بتخليكي ترتاحي طين رسم عندك اصدقاء وصديقات هون اه سمح ودوله